فهلا رح نبدا نتطلع على الديماند. الديماند في العماره رح نعبر عنه بالارايفل ريت. ديماند ايش يعني ديماند؟ عرض وطلب، مش هيك؟ فعندنا ديماند وعندنا سبلاي. الديماند هو وصول الباسنجرز بفتره زمنيه معينه. رح نعبر عن الديماند في العماره، رح اسميها، رح اكتبها هون ديماند، واللي هي الارايفل ريت. والرمز اللي رح نرمز له، لاحظوا الديماند ما له علاقه بالسبلاي، ما لسه ما اطلعناش احنا على تصميم السيستم. بنطلع احنا بنحدد ايش المطلوب منا انه نزوده، ايش المطلوب انه نجيبه، ايش اللي احنا بدنا نواجهه ونقدر نزود السيستم فيه. فالاي ار، اي ار هي كميه الارايفل. راح نعرف الارايفل بالشكل التالي. The percentage population، لاحظوا في كلمه population هلا راح نحكي عنها. نطلع على الكلمات المختلفة الموجودة هون. إذا الـ arrival rate هو نسبة، عبرنا عنه بنسبة من الـ building population. إيش تعريف الـ population؟ العمارة؟ الـ population لمدينة، بنقول هاي المدينة فيها 200 ألف نسمة أو 300 ألف نسمة. الـ population العمارة هي عدد الناس اللي بيشتغلوا بالعمارة هاي إذا كانها offices مثلا. عدد الناس اللي ساكنين في العمارة هاي إذا كانها مكان سكني. عدد المراجعين مثلا ممكن تكون اذا كانها مثلا دائره حكوميه فيها ضريبه دخل. فحسب ايش التعريف بنعرف البوبوليشن. فمثلا البوبوليشن لو حكينا العماره مكاتب، تعريف البوبوليشن، وبعدين اخذنا هون برسنتج منهم، اخذنا نسبه معينه من هذول اللي راح يوصلوا. ايش كمان حطينا هون؟ بيزيست 5 مينتس، لاني لازم اصمم على البيزيست. اذا قدرت اني اصمم على البيزيست على اشد 5 دقائق، معناها انا المفروض التصميم تبعي يشتغل على كل الفترات. متذكرين رسمه الديماند اللي رسمناها؟ لو جينا حطينا هذا الزمن خلال النهار مثلا، ممكن يكون اذا كانه انكمينج ترافيك، ممكن يكون الانكمينج ترافيك مثلا بي في بيك هون وبيك اشد هون مثلا. يكون عندي مثلا البيك هون يمكن يكون مثلا الساعة 8، الساعة 8 ونص، الساعة 9 فرضا، هذا البيك في الارايفل. فبدنا نفتش على البيزيست وراح نشتغل على 5 مينتس. ليش اخترنا 5 مينتس؟ هذا ستاندرد عالمي اشتغلوا عليه. ممكن كان نشتغل على 15 دقيقة، ممكن نشتغل على دقيقة واحدة، احنا بالحالة هاي ستاندرد نشتغل على 5 دقائق. إذا الأرايفل ريت هو نسبة، النسبة من الناس اللي بوصلوا خلال بيزيست 5 مينتس للعمارة. هلا إذا جينا طلعنا راح نعرف البوبوليشن، راح نرمز لها بالرمز يو. يو هي عدد الناس اللي بيشتغلوا بهاي العمارة أو اللي موجودين بهاي العمارة. إذا كان أوتيل مثلا راح آخذ عدد غرف النوم اللي موجودة، راح نضربها برقم معين. قديش تتوقعوا الغرفة راح تاخذ بالفندق؟ 1.5 يمكن مثلا، يمكن نعتبر 1.5، يعني أعتبر بعض غرف فيها 2، بعض غرف فيها 1. يمكن في أماكن مختلفة أو مدن مختلفة أعتبرها مثلا 1.8 1.9. بدي أقدر تقدير، بدي أقدر تقدير. هذول مش ناس حقيقيين موجودين، هذه أرقام بدنا ناخذها بعين الاعتبار. الآن إذا إجيت ضربت قديش عدد الناس بوحدة passengers per 5 minutes اللي بوصلوا خلال 5 دقائق،
ايش وحده اي ار؟ برسنتج بير 5 مينتس، مش هيك؟ ايش وحده يو؟ خلينا نطلع على هاي صحيحه هون. عندي هون بير 5 مينتس، بير 5 مينتس، وهاي باسنجرز راح تعطيني باسنجرز من هون. هل هاي المعادله دايمنشنالي صحيحه؟ اذا عمالنا بنقول لو عندي عماره، خلينا ناخذ مثال مثلا. يو فرضا 1200 بيرسون، واحنا متوقعين الارايفل ريت في هاي العماره يساوي 15%. اذا راح يكون عندي بي 5 مينتس، يعني عدد الباسنجرز اللي بيوصلوا بخمس دقائق، راح يساوي 15% في 1200. قديش بيطلع معنا؟ 1.5 في 12 18 ولا 180؟ 180. معناها لو احنا وقفنا في اللوبي بدينا نعد وطلعنا على عدد الناس اللي عمالهم بيدخلوا على العماره في اسوأ خمس دقائق، راح نلاقي انه بوصل عندي اون افريج، طبعا مش كل يوم، وباسوأ خمس دقائق راح يوصل عندي 180 باسنجر بير سكند. هلا احد اليونتس اللي بنحب نستعملها هي لامدا، ولامدا وحدتها باسنجرز بير سكند. لو طلعت في كل الكيوين ثيري والحسابات المختلفة، منتشر جدا لامدا. لامدا من أي ألفابت مأخوذة؟ اليونانية، الجريك، الجريك ألفابت. لامدا مأخوذة من الجريك ألفابت، وهذه طبعا لور كيس، وبترمز إلى عدد الناس اللي بوصلوا خلال دقيقة، الباسنجرز بير سكند. إذا لو كملنا على هذا المثال نفسه، قديش لامدا راح تكون مساوية؟ إيش راح أعمل؟ أضرب 60. هلا احنا عمالنا بنقول بوصل، احنا 180 وصلوا خلال خمس دقائق، الخمس دقائق كم ثانيه فيها؟ 300. اذا ايش لازم اقسم؟ اذا بدك تطلع على الوحدات، ايش وحده ال 180؟ باسنجرز بير 5 مينتس. ايش وحده ال 300؟ سكندز بير 5 مينتس. فال 5 مينتس هاي راح تشطب مع 5 مينتس لهون، شو بتصير عندي الوحدة؟ باسنجرز بير سكند. قديش 180 على 300؟ 0.6. إذا 0.6 ما راح يوصل عندي 0.6 باسنجرز بير سكند، يعني راح يوصل عندي اون افريج راح يكون 0.6، ماشي واضح؟ ما راح يوصل عندي 6 بالعشرة من الباسنجر، تمام؟ اذا هاي هون لامدا، هاي بتهمنا لامدا، انه هاي بتمثل لي شدة الارايفل. كل ما ارتفعت لامدا راح يكون في عندي ناس اكثر عمالهم بوصل بالثاني، مش هيك؟ بعدين شو بدنا نحل اي مشكلة حتى العرض والطلب يتعادلوا؟ لازم هذه الاي ار ايش اصمم لها؟ اصممها نظام يقدر ينقل هدول الناس ويحل مشكلتهم، فراح يصير عندنا معادلة الديماند اند سبلاي بتقول إنه الـ handling capacity as a percentage of the building population بدها تكون أكبر من أو تساوي الـ arrival rate as a percentage of the building population. هذول لأنهم على نفس الجانب من المعادلة، إيش لازم تكون وحداتهم؟ نفسها، وحدات هاي لازم تكون نفسها، وحدات هاي من هون. إذا هذه بتقول عدد الناس اللي بوصلوا خلال خمس دقائق as a percentage of the building population 12%. أنا الآن بدي أصمم سيستم، كيف بدي أصممه رح نعرف بعدين، بس هاي هي مشكلتنا، مشكلتنا بدنا نصمم نظام، النظام هذا تكون نسبة البوبيليشن اللي بيقدر ينقلها خلال خمس دقائق أكثر من الرقم هذا. هذا إذا حققنا هذا الشرط معناه حققنا الـ quantity of service. حققنا هذا الشرط، نكون حققنا الكواليتي